هيداك اليوم كان بدي اكتب غنية للجمهور، بركي بصير البوب ستار الحدن المشهور. قلت بكتب غنية عن شاب فقير كتير انغرم بوحدة غنية، جاه وماله أساطير، طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير، والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير. طلع الموضوع كليشيه ومحكي عنه كتير، والقصة هيئة معروفة وما بتهم الجماهير. قلت بعمل لحن جديد أفكاره غربية، هيك بيضرب عالأكيد مع كم عربة شرقية، باخد شي جملة تركية وبركب لها كلام، بسرق لها البنية التحتية بتطلع تركيبة تمام. طلعت ألحاني كليشيه ومثل أغاني السوق، شوي من هون وشوي من هون كل شي فيها مسروق. طلعت ألحاني كليشيه مثل أغاني السوق، وكذا حبيته من نشاط يطلع طبعا مسروق. قلت بعمل غنية عن الوضع بلبنان والوحدة الوطنية حرية الإنسان. يا بيروت يا بيروت نحن رجالك، يا بيروت نحن أولاد القضية، نحن الشعب اللي ما بيموت. طلع لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير، قد منه محكي عنه قريبا رح بطير. طلع لبنان كليشيه ومحكي عنه كتير، قد منه محكي عنه قريبا رح بطير. مش معروفة مثل حبنا ما بيصير. طلعت قصتنا كليشيه وصاير مثل كتير، وكل ما التقوا شب وبنت تحديدا هيك بيصير. كل القصص كليشيه، كل شي محكي عنه كتير، والقصة صارت معروفة ما بدها كتير تفسير.